الجزائر مقبلة على تحديات كبرى، ونحن كمسؤولون مدعوون أن ننخرط في هذه النظرة الجديدة، الجزائر الجديدة، ممارسات جديدة، برنامج جديد، الكل يشارك في تجسيده بجميع الأطياف، والجزائر غنية بشبابها وغنية أيضا بمواردها. الهدف من هذه الندوة بطبيعة الحال هو إيصال رسالة لشباب الجزائر اليوم من أجل الحفاظ على هذا الاستقلال ومن أجل المساهمة في تنمية هذا الوطن العزيز على قلوبنا.